هاي ريهام، ازيك؟ هاي، ازيك؟ بتصوري مسلسل ايه النهارده؟ بصور صدفه. طب قولي لي، صدفه حصلت لك في حياتك عمرك ما تنسيها ابدا؟ طبعا هو احلى صدفه في حياتي ان انا قابلت جوزي. اكيد. انت في العادي بتحبي الصدف ولا بتبقي حابه كل حاجه مترتبه؟ لا، انا موت في الصدف، انا ما عنديش ترتيب خالص في حياتي. يعني في ميعاد مره جالك بالصدفه وانت قلتي ده كان احسن من احسن ترتيب مواعيد؟ كل مواعيدي صدفه الحقيقه. يعني لو اصحى من النوم اي مقابله ليا لازم تبقى على الهواء، الدنيا ماشيه معايا كده هلهلي. طب لو قابلتي حد صدفه وانت مش حابه تقابليه اصلا بتتصرفي ازاي؟ لا طبعا هحلق، هعمل نفسي مش شايفه. يعني على طريقه صدفه في المسلسل، قولي لي اغنيه فيها كلمه صدفه. اولا مبدئيا، يعني مبدئيا انا ما ينفعش اغني اساسا، انت عايزني اغني بيك كاركتر، يعني انت بتدمرني، عارف؟ يعني بتدمر لي مستقبلي. بما ان الصدفه بيحصل فيها مفاجآت كتير، عايز صدفه في المسلسل تقولي على مفاجاه حصلت لها جوه احداث المسلسل. هقول لك ايه، خليني ساكته. كل حاجه في الدنيا كده ماشيه معايا، كل حاجه مكركبه، كل حاجه صدفه، مش عارفه اعمل ايه. هو انا اسمي نقح عليا ولا ايه؟ منحس حياتي، مش عارفه. صدفه، دي احلى صدفه انا شفناكي النهارده. شكرا ليكي ومبروك على المسلسل. الله يبارك فيك. ميرسي.